كان رجل يدعى سهل بن عبد الله، هذا رجل كان من سلف، كان عابد زاهد من أتقى عباد الله. فكان له جار مجوسي، كان عنده واحد الجار مجوسي، ماشي مسلم، ماشي مسلم، كان جار مجوسي. وهذا الجار المجوسي راكم عارفين الديور اللي كانوا هذا كل حيوط لا ضال لا واحد. فكان هذا المجوسي كيجي وكيجمع شرف الله مسامعكم انواع القذارة، انواع يعني الاشياء الخايبة، كيجي وكيتحسس المكان ديالو، يعني البلاصة فين كينعس هذا الانسان. هذا عبد الله بن يعني عبد الله او سهل بن عبد الله، كان كيجي للبلاصة ديالو كيرمي القاذورة ديالو، كيرمي القاذورات والنفايات وجميع انواع الاذى. وتخيل انت يلوح لك واحد في بلاصتك، ماشي قدام بابك، في بلاصتك. هذه يعني نصيحة باش يكون الانسان، يكون الانسان داعية الى الخير. فهذاك الانسان اش كيدير؟ كينوض وكيجمع هذاك الاذى وتخبي على الزوجة ديالو وتخبي على وليداته، وكيدس داكشي في شي كيس كيخليه حتى يتناص الليل، وكيمشي بعد وكيديها للسطال ديال النفايات او كيديها لبلاصة الزبل. شحال هو صابر عليه؟ 20 سنة، 20 سنة وما عمره قال الزوجة ديالو الجار ديالي آدم أو الجار ديالي لاح لي هذا ولا هذا. حتى يوم من الأيام هاد سهل بن عبد الله حضرته الوفاة، جا بغى يموت، هو يقول لهم عيطوا لي الجار ديالي. الجار معروف مجوسي مكحلها خايب ما مزيانش كذا، وهذا معروف من الصالحين. قالوا لي ذاتوا عيطوا لي الجار ديالي. قالوا لي واش بينك وبينه؟ قال لهم عيطوا الجار ديالي. فجاء عنده تفاجئ المجوسي، دخل عنده جلس معاه، قال له يا فلان هذه 20 سنة وانت كترمي لي النفايات يعني في البلاصه ديالي، في المنام ديالي، يعني في البلاصه اللي كنعس فيها. ما كنتش غنقول لك هذه الهضره، ولكن خشيت انني نموت اليوم وتلوح هذه القذاره ديالك في البلاصه ديالي، ونوضوا لك الوليدات يصدقوا ضابينك ولا يصدقوا مآذينك. وانا خفت على الوصيه ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا احسنوا الى الجار، احسنوا الى الجار. فلهذا الله يجزيك بخير، انا حضرتني الوفاه، فذاك الاذى ديالك الوليدات مخافه انهم يصبروش لك على هذا الاذى ديالك، اجمع الاذى ديالك. قال له 20 سنه وعارضني بالله انا، حتى هذاك كان يجي يلوح داك الشيء تخبيه. قال له 20 سنه وعارضني بالله انا اللي كنلوح لك الاذى وما عمرك قلتيها لي؟ قال له ما عمري قلتها لك. قال علاش؟ قال اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعا لنصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ان كان هكذا فامدد يدك يا عبد الله. فمد يده اليه فقال اشهدك قبل مماتك اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اخلاق اخلاق اخلاق، الاخلاق ديالك تقدر ترد جارك ولو يكون يهودي مسلم. الاخلاق ديالك والصفات ديالك والقيم ديالك ترد الجار ديالك، وان كان من اشر خلق الله ترده طائعا محبا لك ولله ولرسوله.